بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده جهزت لكم فيه شويه نصايح كده على الماشي، عشان لو في ستات لسه متجوزين جديد او ما عندهمش خبره قوي ممكن يستفيدوا من الفيديو ده، ولو حتى بقالهم فتره ممكن برضو لو حتى طلعتي بنصيحه واحده انت برضو هتستفيدي ان شاء الله. طيب، اول نصيحه بقولها لك، وانت بتطبخي الخضار اوعي تطبخيه في حلة كبيرة وفي مية كتير او شوربة كتير. خلي المية متناسبة او الشوربة متناسبة مع الخضار، عشان كده هيقل الفايدة بتاعته، هتروح كتير خالص في المية اللي انت حطاها كتير دي. فاعمليه في حبة مية صغيرين على قده، يعني بالتناسب معاه، علشان تحتفظي بفوائد الخضار. تاني نصيحة، اوعي تغطي الحلة قوي وانت حاطة فيها الاكل، لان ده هيخلي الخضار يتاكسد ويغمق لونه. لازم تكون مواربه شويه كده علشان يطلع منها البخار الزايد والخضار يفضل بلونه الحلو الجميل. تمام. التالت نصيحه، اوعي تطبخي تكوني مستعجله كده، تكوني تروحي حاطه الخضار مع اللحمه. طبعا اللحمه استحاله تاخد سوى الطبيخ او سوى الخضار، وخصوصا الكوسه، البطاطس، يعني في حاجات كده ما بتاخدش سوا خالص. فاسلقي اللحمه الاول او سويها في شويه ميه صغيرين، وبعد كده ابقي حطيها مع الخضار. لو بتعملي بسله بقى بالطريقه بتاعتي، بتحمري الثوم شويه الاول، بتحطي معايا بقى اللحمه، هتحطي بقى ميه كافيه الاول قبل الخضار، قبل البسله ميه كافيه لسوى اللحمه، ولما تتاكدي انها استوت حطي بقى الخضار. تمام. طيب، النصيحه اللي بعد كده، ما تحطيش ابدا الملح في اول الطبخ، لان الملح هيأجل سوى الخضار. فعشان تخلصي بسرعه خلي الاكل يستوي الاول، وبعد كده لما يدخل في السوى حطي بقى الملح، ظبطيه براحتك. طيب، النصيحه اللي بعد كده، اوعي لما تكوني بتعملي سلطه فاكهه او بتعملي طبخ اي خضار، اوعي تقطعي الخضار او الفاكهه قطع صغيره قوي، علشان ده هيقلل كتير من الفايدة بتاعتها. خلي القطع بتاعتها كبيرة بس طبعا مناسبة. يعني النصيحة اللي بعد كده، لو عملتي سلطة اوعي تحطي الملح اول ما تعملي السلطة. انت مجهزة السلطة قبل الاكل بفترة، قبل الاكل بخمس دقايق وانت بتغرفي كده ظبطي الملح بتاع السلطة والبهارات بتاعتها. تمام. ولا ملح ولا خل ولا اي حاجة الا وانتي بتغرفي الاكل. تمام. لان لو حطيتي ملح في الاول بتبصي تلاقي الطماطم والخضره يتبلوا كده ويخروا ميه كتير، وتبقى السلطه شكلها مش ظريف. تمام. بعد كده برضو، الباميه والفاصوليا ما توطيش النار عليهم في الاول، اعملي خليهم يغلوا غلوتين كده وبعد كده وطي علشان ما يسودوش. برضو الباميه اعصري عليها نص ليمونه كده، هتحتفظ بشكلها ومش هتتفتح منك، وكمان هتخلي لونها حلو. برضو في ورق العنب اعصري عليه ليمونه كده، هيبقى لونه فاتح وجميل. تمام. النصيحه اللي بعد كده، اما تجيبي خضار من السوق، في ناس كتير بتروح سايباه في اكياس كده، وممكن بقى تروح تريح شويه تعمل شويه، لا، نظفيه وشيليه على طول في التلاجة او في الفريزر لو انت هتحتفظي بيه، علشان يفضل طازة، مش تستنيه لما يدبل والكيسة تعرق عليه وتبخر عليه وبعد كده تنظفيه، هيبقى مش حلو. تمام. طيب، لو جبتي بانيه او كرنب، البانيه تبليه على طول، تبليه في بصل وملح وفلفل على طول، طبعا بعد ما تغسليه. تمام. الكرنب بقى قطعيه على طول وحطيه في الفريزر علشان يبقى جاهز ساعة المحشي، مش تجيبيه وبعد كده تحطي الخضرة وتقطعيه في نفس اليوم، هيبقى إرهاق كبير جدا عليكي. تمام. لو أجزاء فراخ برضو اغسليها وقطعيها، أو لو هي متقطعة، أو لو فرخة كاملة اغسليها ونضفيها قبل ما تحطيها في الفريزر أو قبل ما تحطيها في التلاجة. صدقوني انا اعرف ناس بتشيلها، بتجيبها من عند الراجل كده وتشيلها زي ما هي، وبعدين بعد ما تطلع تروح غسلاها، طبعا بتكون سيئه جدا، وتزفرت وتزفره، مسكت فيها قوي وتجمدت فيها،
وزي ما تكون كده زي ما تكوني بتتبلي فراخ، هي بتتبل بالحاجات اللي مش حلوة يعني، فاغسليها على طول وحطيها في الفريزر. تمام. وانتي بتحمري بصل بقى لأي طبخة، زودي كمية البصل شوية وشيلي الباقي في علبة في الفريزر. هتيجي تبصي تلاقي طبخة عندك كده محتاجة بصل، هتلاقي البصل جاهز. طبعا انتي بتنضفي البصل مرة واحدة، بتحمريه وتوسخي المواعين مرة واحدة، بتوفر معاكي وقت كبير جدا، بدل ما كل مرة ولو طبخة حتى صغيرة تعملي بصلة صغيرة، لا اعملي كمية وشليها في الفريزر، هتوفر معاكي وتنجز معاكي قوي. تمام. لو برضو لو لقيتي الخضرة زيادة بتاعت المحشي او السبانخ او اي حاجة، حطيها برضو في الفريزر بس تكون مغسولة ومتقطعة. تمام. طيب وانتي بقى مستنية اكل يستوي او لبن على النار او اي حاجة، اغسلي شوية مواعين، رتبي درج، امسحي رخامة، اعملي اي حاجة وانتي في المطبخ بالمرة يعني، وانتي واقفة بالمرة، لان مش هقدر اقولك روحي نظفي حاجة برة والاكل ممكن يلسع او يشيط منك او كده. وانتي في المطبخ اعملي كل الحاجات مع بعض يعني، وانتي مستنية حاجة اعملي حاجة تانية. فكانت والدتي الله يرحمها تقولي بعد الطبخ تلاقي مطبخك رايق. في ناس بقى بعد الطبخ بتلاقي المطبخ مولد. ليه؟ هي بتاخد الملح وتحطه جنبها، بتاخد الفلفل وبتحطه جنبها، بدل ما ايدها تحطه تاني مكانه، لا بتحطه جنبها. والحاجة بتتوسخ مثلا، حتى لو طبق منضفة فيه خضار عايز شطفة وبس، تركنه مع المواعين. بعد الطبخ بتلاقي المطبخ فظيع خالص. طبعا بتكسلي وتكوني تعبتي وتروحي ترتاحي وتنعي هم تروقي المطبخ، لا انا بنجز مهمتين او ثلاثة في وقت واحد. تمام. طيب في التنظيف بقى، يوميا او على الاقل كل يومين او ثلاثة لمعي الموبيليا تلميعة سريعة كده. لو عملتي كده الموبيليا مش هتتوسخ قوي، بحيث ان هي تاخد منك وقت ومجهود، هتبص تلاقيها بتتلمع بسرعة جدا. كل يوم او كل يومين برضو اكنسي السجاد ولمعي حوالينه السيراميك او الباركيه بقماشه مبلوله، هتلاقيه يلمع قوي ومش هيبقى وسخ ابدا، وهيسهل عليكي جدا الموضوع. مش هياخد منك وقت كبير، لكن لو سبتيه وركنتيه هياخد وقت كبير جدا معاكي ومجهود كمان، وهتبقي ناعيه همه بقى ومش لاقيه له وقت والكلام ده كله. تمام. طيب لو عندك بيبي بقى، اقفلي كل الاوض، الابواب بتاعت كل الاوض، وخليه في حته واحده عشان ما يدخلش هنا يكركب حاجه، يدخل هنا يوقع اكل، يدخل هنا يعمل حاجه، لا اقفلي كل الابواب. كمان السجاده اللي هو قاعد عليها حطي عليها ملايه قديمه او اي ملايه او اي قماشه، علشان تلميها كده تبقى نظيف، تبقى السجاده نظيفه وجديده زي ما هي، لان كتر الغسيل والهلك في السجاجيد بيخليها تبقى قديمه وشكلها مش حلو. تمام. طيب برضو لو عندك بيبي قاعدة تلعبيه، حقك وانتي قاعدة تلعبيه كده طبقي الغسيل وانتي قاعدة بتلعبيه. انتي كده بتعملي حاجتين في وقت واحد، مهمتين في وقت واحد. تمام. بالنسبة بقى لنظافة البوتاجاز، انا ولا هقولك خلطات ولا هقولك اي حاجة، انا لقيت طريقة ريحتني جدا جدا. انا البوتاجاز بتاعي خمس عيون، بحط على العين الخمسة اللي ما بستعملهاش كتير دي ورق فويل. تمام. الجزئين بقى اللي على الجناب دول يوميا بقماشة مبلولة كده قبل ما نام، خلاص هو ولا بيدهن دهون كتيرة بحيث ان احنا هنجيب لها خلطات، ولا هو بياخد مجهود كبير وسلكة بقى وكلام ده كله، لا هو يوميا قبل ما نام وانا كده ببص على المطبخ بصة اخيرة كده، واحط اللبن في التلاجة والحاجات في التلاجة، قماشة مبلولة كده أو إسفنجة مبلولة، وأحط وأمسح بيها مسحة كده ألاقيه على طول نظيف. تمام. لو هو أربع عيون ممكن قوي برضو تمسحيه كله قبل ما تنامي، مش هيجرى أي حاجة ولا هياخد منك خمس دقايق. تمام. وانتي برضو بتتبلي السمك، اوعي تتبليه بالخل، جسمه هينعم، لحمه هينعم وهيبقى مش حلو خالص. الصح ايه؟ اغسليه بمية وليمون وتبليه بملح كده شوية، عبال ما تجهزي الخلطة اللي هي بتاعت الحشو اللي هي احنا عارفينها
الثوم والملح والكزبره والكمون والكلام ده كله، تمام. لكن اوعي تحطي خل خالص على السمك، تمام. بالنسبه بقى للخضره او السبانخ، اوعي تغسليهم وبعدين، يعني الصح ان انت تغسليهم الاول وبعدين تقطعيهم. اوعي تقطعي الاول وبعدين تغسلي، كده الفايده كلها هتروح في ميه الغسل. الصح نغسلهم الاول ونصفيهم في مصفه كده وبعدين نقطع التقطيعه المناسبه لينا اللي بنحبها، تمام. كده الخضار هيحتفظ بالغذاء او بالفوائد، العناصر الغذائيه بتاعته، تمام. لو فاض منك شويه برضو في علبه في الفريزر ما يجراش اي حاجه، تمام. دي كانت النصايح بتاعتي، يا رب تعجبكم، يا رب تستفيدوا منها، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. الف سلامه.